تواصلت التحقيقات في محاولة اغتيال النائب بطرس حل. في مطبع لبنان لبعض الوقت وتوعدوا بخطوات تصعيدية بدءا من الأسبوع المقبل. تحضيرات لزيارة بابا روما إلى لبنان انطلقت ودعوة للعمل بمسؤولية في تغطيتها لإيصال الرسالة الحقيقية منها. سابق العماد مصطفى طلاس العميد مناف طلاس وضع على المستوى ذاته للاهتمام الذي حظي به مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، فللمرة الأولى يحظى انشقاق أحد الضباط بهذا الكم من التعليقات. المتحدث باسم البنتاغون أعلن أنه ينبغي عدم الاستخفاف بهذا الانشقاق. والبداية من مؤتمر باريس الذي دعا إلى رحيل الرئيس الأسد وتكثيف المساعدة للمعارضة السورية، كما طلب بقرار ملزم تحت الفصل السابع. يقول رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون للـ BCI عن مؤتمر أصدقاء سوريا: دعت سوريا مواجهات وتظاهرات مناهضة للنظام في عدد من المدن، ودعت تركيا قائدي الطائرة التي أسقطتها سوريا. والعميد مناف طلاس يؤكد في رسالة إلكترونية شرعية النضال الذي تقوده المعارضة وخصوصا على الأرض. رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدة بإقامة مناطق حظر جوي في وقت أكد رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب وجود مكاتب اتصال مستشارين وخبراء من إيران ومن حزب الله في القصر الجمهوري في دمشق. الأمنية والقضائية قاعدة البيانات لقابل الاتصالات. قبل أقل من 3 أشهر على بدء الانتخابات، لا يزال الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخصمه الجمهوري ميت رومني يتبادلان الانتقادات اللاذعة، وقد احتدم الخلاف مؤخرا بين المرشحين الرئيسيين للبيت الأبيض بشأن الخطط الاقتصادية بما فيها خفض الضرائب. باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة لم تتوصل لاتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في العاصمة النمساوية فيينا. وأضاف المتحدث أن الطرفين لم يتفقا لموعد بجولة أخرى من المحادثات. من أصغر سلطانية فأكد أن النقاش بين الطرفين حقق تقدما رغم بقاء الاختلاف بينهما قائما. أكد الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة الذرية والنووية الدكتور عامر البياتي في حديث لسكاي نيوز عربية أن الخلاف لا يزال عميقاً بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين إيران. وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى مياه الخليج مؤخراً بعد أن كان البنتاغون قد أعلن عن تعزيز انتشار البحرية الأمريكية في المنطقة أوائل هذا العام بسبب ما وصفه بالتوتر المتزايد. سكاينوز عربية رصدت تحركات البحارة والطيارين من على متن USS Eisenhower. هددت الجماعة المسلحة المتمركزة في شمال مالي الجزائر بهجمات انتقامية إذا لم تفرج عن جهاديين اعتقلتهم مؤخرا. وقتل شخصان وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار قرب مبنى إمباير ستيت في نيويورك. وأكد مصدر أردت فرنسا مصمم الأزياء العصرية البريطاني جون غاليانو من وسام جوقة الشرف. قرار السلطات الفرنسية جاء بعد إدانة العدالة لغاليانو بسبب متابعته ومراسلتنا مباشرة على تواصل سكاي نيوز عربية أو الاطلاع على صفحة سكاي نيوز عربية على الفيسبوك، ويمكنكم متابعة تغريدات مراسلينا على تويتر. نلتقي على رأس الساعة. 206 أشخاص في أعمال عنف بمختلف أنحاء سوريا يوم الجمعة، وفي وقت شهد فيه جسر لم تتفاوض بقدر كاف مع إسرائيل. وأضاف في حديث مع سكاي نيوز عربية أنه كان من الأولى على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتفاوض بشكل مباشر مع تل أبيب. أعلن رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن نظام
رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي خلفا للسيد عبد الحميد شومان، فيما تقرر تأجيل انتخاب أعضاء جدد لمزيد من التشاور.